السيد الرئيس كان امر طالما ابو سمبل انه نمد الخط الثاني حتى ابو سمبل، عملنا ايه حتى الان؟ بدل اسوان هيروح ابو سمبل. لما حضرتك رحت مع سياده الرئيس وشرفته توشكا، نعم، وشفت توشكا وشفت شارع العوينات، نعم، في مفارق توشكا طريق كده داخل على توشكا وطريق داخل على شارع العوينات، نعم، غربا كده يخش لحد شارع العوينات وينزل لحد ابو سمبل، نعم. هنا حاصلات زراعيه بتزرع لاول مره، هنا مطار، هنا مناطق سياحيه، هنا ناس ساكنين، هنا معادن، هنا مصنع اسمنت، هنا هنا مصادر ثروه، هنا حياه، هنا مناطق لوجستيه. سياده الرئيس امر يبقى عندنا منطقه لوجستيه في ارقين وقسطل على الحدود، منطقه لوجستيه في توشكا، منطقه لوجستيه في وادي كركر، منطقه لوجستيه في وادي كركر، نعم. كل المنتجات المصريه اللي من الاراضي دي اللي عايزه تيجي القاهره او تصدر عبر الموانئ المصريه تركب القطر السريع من المنطقه اللوجستيه دي تطلع سواء لمصادر او لمناطق الاستهلاك في القاهره والدلتا وكل محافظات مصر، عظيم. او تروح يمين سفاجه شمال اسكندريه. طب لو احنا عايزين نصدر نجيب من السودان، تيجي الحاجات تتخزن او الماشيه تيجي على ارقين، تتحمل ابو سمبل، تطلع على كل مصر بقطار البضائع. لان حتى يعني في معلومه لازم الناس تبقى واخده بالها منها، القطر السريع مش هو القطر السريع اللي بيجري بسرعه 250 كيلو، لا، ده واحد في قطر ما يسمى بالقطر الاقليمي، بيمشي ب 160، اسرع من اللي موجود ديزل دلوقتي ولكن اقل من السريع شويه عشان يقف بقى في كل المراكز، نعم. دشنة وملاوي وبني مزار وكل ده، نعم. هيقف فيها والمراغه ومش كل ده هيقف فيه القطر عندنا الاقليمي كله، القطر الاقليمي، ثم جرار كهربي، جرار كهرباء، هيقطر عربيات بضاعه، نعم. مصنعه حديثا، بتصنع دلوقتي في شركه سيماف الوطنيه المصريه 1000 عربيه بضاعه علشان ننقل كل الحاصلات الزراعيه من توشكا وشرق العوينات. بنصنع ايه؟ 1000 عربيه؟ 1000 عربيه بضائع في شركه سيماف المصريه الوطنيه في الهيئه العربيه للتصنيع، وبنجهزين دلوقتي نصنع 1000 عربيه ثانيه عشان بقيه قطاع نقل البضائع بتاع السكك الحديديه. مصنع كبير جدا في شرق بورسعيد ما بين القطاع الخاص المصري وبين الدوله ممثله في بنك الاستثمار وغيره، بيعمل مترو. وكان عندي النهارده المستثمر المصري وقلت له هنمضي بكره مذكره تفاهم، مش المترو فقط، احنا بنصنع دلوقتي المترو، بنصنع دلوقتي المترو بالتعاون مع شركه هيونداي روتوم الايطاليه الكوريه في شرق بورسعيد. النهارده اتفقنا ان احنا بكره هنمضي مذكره تفاهم عشان نصنع عربيات السكك الحديديه بدل ما نستورد من روسيا والمجر وغيره وغيره، لا، ده احنا هنضيف خط انتاج في مصنع نيرك في شرق بورسعيد عشان ينتج عربيات سكك حديديه للركاب، درجه ثالثه ودرجه ثانيه ودرجه اولى وكل انواع العربيات. احنا داخلين على حقبه جديده، على جمهوريه جديده، قطاع خاص بيشتغل مصري ومستورد، الصناعه بتقوم في كل حته، زراعه محتاجينها بتقوم في كل حته. ربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله باذن الله.